بالبداية رفض الدعاء لأخوه على المنابر. سكت عملة باسم المأمون أبطلها وأرسل إلى المأمون قال له أنت يجب أن تخضع، وخراسان لازم تعطيني البريد، البريد معناته الاستخبارات، يجب أن تعطي البريد لبغداد، كل تحركات المسالك والممالك يجب أن تمر في بغداد. سرعان ما المؤتمن يعني ذوى عن الساحة، بقى صراع بين الاثنين، بين الأمين والمأمون. لهنا المأمون بعد ساكت لغاية لحظة الأمين خلع بيها أخوه، نصب ابنه موسى الناطق بالحق خليفة أو ولي عهد، كان على المأمون أن يرجع سلطانه. جهزت جيوش خراسان وسار بها الركب إلى الري. جيوش بغداد تحضرت وسارت والتقت جمعان في الري. كان يقود جيوش خراسان أي جيوش المأمون طاهر بن الحسين. صارت معركة بالري، خسرت جيوش بغداد وخلع الأمين في الري وخطب للمأمون، وبقت هذه الجحافل تستمر بالسير. دخلت العراق، جيوش بغداد واجهت هذه الجحافل، خسرت معركة ثانية، وصلت إلى مشارف العاصمة بغداد. جيوش بغداد اللي كانت تريد تحافظ عليها خسرت المعركة دون قتال، وجاء طاهر بن الحسين محاصراً العاصمة.